مع الإعلان عن انطلاق منصة بيلبورد عربية، من المتوقع أن تتصدر النجمة اللبنانية مريم فارس قوائم أفضل الأغنيات والأعمال الفنية، خصوصاً أن أعمالها صارت الأكثر رواجاً بين الأغنيات بين أشهر الفنانين العالميين بحسب أهم الإحصاءات الدولية. نشرت النجمة نانسي عجرم على إنستغرام مجموعة من الصور التقطتها أثناء حضورها حفل زفاف، وبدت أنيقة وجميلة كالعادة، وقد تفاعل جمهورها بشكل كتير كبير معها ووصفها بأنها السندريلا الجميلة. يستعد الجمهور اللبناني والعربي لمشاهدة مسلسل كريستال، وهو المسلسل المعرب عن المسلسل التركي حرب الورود، وسيستمتع الجمهور بتيتر العمل يلي أداه الفنان اللبناني مروان خوري بكل رومانسية كما اعتدنا عليه بكل تترات المسلسلات. يواصل الفنان جاد مقبل حفلاته بعدد من المناطق اللبنانية، وذلك ضمن سلسلة الاحتفاليات الفنية يلي عم يشهدها لبنان من شماله إلى جنوبه، وبهذا الإطار أحيا عدد من الحفلات المكتملة العدد بمنطقة علي، وتفاعل معه الجمهور بشكل كتير كبير حيث قدم العديد من الأغنيات اللبنانية اللي أشعلت ليل عروسة المصايف. عم بتحقق أغنية الفنان جمال أبو حمد فكرت نجاح كتير كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أثير صوت لبنان. أبو حمد يلي بتتمتع بصوت استثنائي أحسنت اختيار الأغنية اللي فيها الكتير من النوستالجيا لحنا وكلمات، كما أنه المستمع اللبناني تحديدا اشتاق إلى هكذا أعمال تعيده إلى زمن الأغنية الراقية والكلام الذي يدخل القلب مباشرة ويدغدغ المشاعر.